الصحابي الذي وقصته الراحلة وهو في عرفة، فضيلة الشيخ، ما قصته؟ كما ذكرت أنه واقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة، فسقط عن راحلته فوقصته برجلها فمات، دقت عنقه فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، يعني ملابس الإحرام، كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.